واحد اليوم ان شاء الله راح نستكمل موضوع الاشتقاق للوغاريتم. في المحاضره السابقه اخذنا مشتقه الناتشرال لوغاريتم اللي هو لما يكون الاساس هان اي هو لين الاكس، واخذنا مشتقها وحكينا ان مشتقه لين الاكس هي واحد على ما بداخل اللين في مشتقه ما بداخل اللين، او بنكتب حكينا بطريقه اللي هي كانت عندي مشتقه اللين. لو انا بدي اشتق هذه هي عبارة عن أول إشي المقام، في المقام هو باقي داخل اللين، في البسط مشتقتها يلي ما حد المحاضرة اللين يرجع هنا تحت اللي هي حط الروابط كاملة قبل ما أبدأ أشرح ومشتغل على اللوغاريتم. أخذنا في المحاضرات السابقة مشتقة كثير من حدود الدول المثلثية والإكسبوننشال والجذر التربيعي والاقتران النسبي وحاسة ضرب القرنين، واخذنا المشتقات باستخدام التعريف والمشتقات باستخدام القوانين. راح احط الروابط كلياتها تحت الفيديو وكمان رابط القناه. وان شاء الله تستفيدوا. اليوم ان شاء الله راح ناخذ فقط اللي هو مشتقه اللوغاريتم. احيانا ما بداخل اللوغاريتم بيكون جذر تربيعي او داله ساين او كوزاين او اكسبوننشال او حاصل ضرب اقتران، او ممكن يكون اقتران نسبي كمان داخل الاقتران اللوغاريتم. اول حاجه لما بدا اشوف انا في عندي لوغاريتم بدي اشوف شو الاساس اللي عندي هنا 10 او اي عدد بدي اشتقه تبقى عندي قانون اللوغاريتم. خلينا نشوف كيف انا بدي اشتق تبقى عندي قانون اللوغاريتم. اهم حاجه انا في القانون بدي اعرف اللوج عندي الاساس وين والاس تبعها وين. دي على دي اكس يعني بدي اشتق البدله الموجوده عندي بالنسبه لمين؟ بالنسبه لاكس. هلا لوج اي للاكس أول خطوة في المشتقة تاعتها هي عبارة عن واحد على لين الـ A اللي موجود عندي، يعني ضغط واحد على لين العدد اللي موجود هنا، واحد على لين الـ A مضروب في مين؟ في مشتقة لين الـ X. هلا إحنا شو أخذنا لين الـ X مشتقتها؟ اللي هي عبارة عن اقتران نسبي، أول حاجة بيكون المقام هو ما بداخل اللين، البسط هو بده يكون ايه؟ مشتقتها، يعني بدي اعامل اللوج هو نفسه اللي هو عباره عن اللين، ولكن الاساس اللي عندي هان ايه بدي احطه له واحد على لين الايه مضروب في مين؟ هذا، بدي ارجع احكي شو مشتقة لين اللوج بدها تصير كانها لين الاكس، شو مشتقة لين الاكس؟ اللي هي اول حاجه ما بداخل اللين هي او ما بداخل اللوج كما هو في البسط تكون مين؟ مشتقة. أخذنا إحنا في المحاضرة السابقة عشان ما تخربطوش، خليني أعملها تاني. أخذنا إحنا لو كانت عندي دي على دي إكس للين الإكس. شو مشتقة لين الإكس؟ حكينا هي عبارة عن اقتران نسبي، أول حاجة المقام هو ما بداخل اللين كما هو. شو المقام؟ هو الإكس فقط. البسط بيكون مشتقتها. إذا في البسط بدي أحط المشتقة تبعتنا بداخل اللين والمقام بدي أحطه إيش؟ هي ما بداخلها كما هو. شو مشتقة الإكس؟ واحد. هنا في اللوج هي نفس الخطوات، اللهم إني أنا بس بدي أزيد واحد على لين العدد. إذا واحد على لين العدد الموجود هنا. بعد لين أشتقها إيش؟ كأنها لين. واضح؟ نيجي هاي هان، هان لو كانت بشكل عام اف إكس مش إكس. لوج الـ A لـ F الـ X شو مشتقتها؟ أول حاجة بدي أحط واحد على لين العدد كما هو هيك. ما بتغيرش، ممكن الـ A تكون 5 6 7 8 10 أي عدد، الـ A ينتمي لمين؟ للأعداد الـ Natural Number. واضح؟ واحد على لين الـ A عندي بعد هيك بده يكون اقتران نسبي، هذا هو نفسه قانون الاشتقاق للين اللي هو في البسط بدي احط مشتقة ما بداخل اللوج هيها، وفي المقام هي الدالة كما هي. طيب نيجي هاي لو عندي هاي سؤال بسيط، هذا أبسط واحد عندي أنا بدي أحكي شو العدد الموجود عندي هنا 10 وشو ما بداخل اللوج هو الإكس تربيع، صح؟ طيب لما أنا أجي أشتقها القانون بيقول لي شو مشتقتها هذه؟ واحد على لين العشرة على طول، هيك وأنا بحط واحد على لين العدد اللي موجود عندي. مضروب في مين؟ بدي أحط بسط مقام وأعتبرها
صارت لين وهذا ما بدخل اللين. شو مشتقة اللين واللي المقام هي الدالة كما هي إكس تربيع في البسط هتكون هي عندي 2 إكس اللي هي مشتقتها. إذا في البسط نحط مشتقة ما بداخل اللوج أي مشتقتها هذه ما بداخل اللوج هذه عبارة عن مين مشتقتها هذه ما بداخلها كما هو ما بغيروش واضح. إذا مشتقة اللوج واحد على ضمن العدد مضروبة في مين بيكون اقتران نسبي في البسط مشتقة ما بداخل اللوج على ما بداخل اللوج كما هو نفسها نفس مشتقة اللين يعني اللوج هو نفس مشتقة اللين اللهم إني بس بأضيف عليه واحد على لين الإيه بس اللي هو لين العدد اللي موجود عندي يعني بعتبر هذه هي لين وبإيه وأشتقها تبع لقانون اللين اللي هو مشتقة ما بداخل اللين على ما بداخل اللين كما هو بس أضيفها في مين في واحد على لين العدد اللي موجود عندي يعني. واضح؟ ناخد سؤال ثاني عندي واي عبارة عن لوج العشرة هذه كلها ما بداخل اللوج هذه هي كلها ما بداخل اللوج يعني هي كأنها كلها ما بداخل اللوج شو مشتقتها بكل واي داش؟ أول حاجة واحد على لين العشرة كما هو بعد هيك بدي أشتقها عادي زي مشتقة اللوج شو كانت مشتقة اللوج عنا؟ اللي هي ما بداخل اللوج أو ما بداخل اللين كما هو ما بغيروش في البسط بضغط مشتقة البسط بضغط مشتقة ما بداخلها شو مشتقة 2 صفر زائد شو مشتقة الساين كوزاين الزاوية كما هي شو مشتقة الزاوية 1 واضح هيك بنكون احنا اشتقينا اللوج اذا عشان انا اشتق اللوج هي نفسها مشتقة اللين ما بزيدش عليها غير اني بس بدي اضرب قبل ما اشتق في واحد على لين العدد في عندي كان سؤال اللي هو لوج ايه بس مش هحط فاصل هيك اشوفها بتسجل ولا لا الكاميرا الحمد لله بتسجل عندي هنا السؤال رقم 3 لوج 2 ما بداخل اللوج هو عبارة عن 1 ناقص 3 اكس على طول بدي احدد انا وين ما بداخل اللوج هاي القانون بيقول لي على طول المشتقة 1 على لين العدد مين العدد 2 بعد هيك بدنا نعمله نشتقه كانه لين شو مشتقة اللين اخذناها بنزل ما بداخلها كما هو في المقام في البسط بدي اضرب مشتقتها شو مشتقة الواحد 0 ناقص شو مشتقة 3 اكس 3 يعني هذه بدها تساوي لو انا بدي ابسطها 1 على لين 2 مضروب في مين عندي في البسط هنا سالب 3 على المقام 1 ناقص 3 اكس واضح؟ هيدا اذا نعيد تاني مشتقة اللوج هي نفسها مشتقة اللين قانونها يعني قانونها هو نفسه قانون مشتقة اللين هيو مضروب في 1 على لين العدد واضح؟ خلينا ناخد السؤال اللي بعده السؤال رقم 3 معطيني اياه ان اللوج عندي العدد 5 ما بداخل اللوج هو عبارة عن حاصل ضرب اقترانين هذا ايه؟ عبارة عن حاصل ضرب اقترانين فلما يجي موعد مشتقة ما بداخل اللوج بدي اشتقها على قانون حاصل ضرب اقترانين طيب نمشي خطوة خطوة حسب قانون اللوج قانون اللوج بيحكي لي أول حاجة بدي أحط واحد على لين العدد لين مين عندي؟ 5 بعد هيك بدي آجي أشتقها كأنها لين وهذه هي ما بداخل اللين. شو القانون بيحكي لي؟ في المقام الدالة كما هي هذه بدي أحطها هنا في المقام. هيها إكس مضروبة في إكسبوننشال للإكس. هذه الدالة كما هي. في البسط بقول لي بدك تروح تحط مشتقة ما بداخل مين؟ اللوغاريتم. بروح على ما بداخل اللوغاريتم، هذا حكينا هو عبارة عن ما بداخل اللوغاريتم. شو مشتقته قبل ما اشتقه بحكي هو عبارة عن حاصل ضرب اقترانين واحنا اخذنا في مشتقة حاصل ضرب اقترانين القانون هذا الاول مشتقة الثاني زائد الثاني في مشتقة الاول طيب اذا لازم انا احدد مين هو الاول ومين هو الاقتران الثاني القانون شو بيحكي لي الاول
كما هو اليوم. مضروب في مشتقة الاقتران الثاني. شو مشتقة الاقتران الثاني؟ E أس X. بحكي شو إن مشتقة الـ exponential هي نفسها في مشتقة الـ X واحد اللي هي مشتقة الأس. خلصنا هيك، خلصنا الجزئية الأولى. زائد حصل ضرب اقتراني بيقول الأول، الاقتران الأول مضروب في مشتقة الاقتران الثاني زائد الثاني كما هو على E أس X. مضروب في مشتقة الاقتران الأول، شو مشتقة الـ X؟ واحد. واضح؟ فهذه هيك كاملة هيك اللي هذه باللون الأحمر هيك هي عبارة عن مشتقة ما بداخل اللون. هذه هي عبارة عن ما بداخل اللون كما هو. وحكينا وبنعيد، مشتقة اللب هي نفسها قانون مشتقة اللب، ولكن بضيف لها واحد على لب العدد اللي موجود عندي. واضح؟ واي عندي في السؤال اللي بعدها، واي هتساوي 2 اكس، هيها اقتران مضروب في لب العشرة لجذر الاكس، يعني عندي أكثر من قانون بدي أطبقه. في عندي حاصل ضرب اقترانين، وفي عندي قانون للب، وفي عندي قانون للجذر. كل واحد لما يجي موعد اشتقاقه بأشتقه تبعا للقاعدة اللي إيه. طيب بالأول اللي هم هدول حصل ضرب اقترانين، صح؟ فأنا لازم أحدد مين الاقتران الأول. هذا بدي أعطيكم الاقتران الأول، لوج العشرة لجذر الإكس، هذا هو الاقتران الثاني. حسب قاعدة حصل ضرب اقترانين بيقول لي الأول كما هو في مشتقة الاقتران الثاني زائد الثاني كما هو في مشتقة الاقتران الأول، صح؟ هذا بدي أستخدمه قانون. قانون اللوج هو عبارة عن واحد على اللين العدد في مشتقة العدد على في مشتقة الدالة ما بداخلها، أيها على ما بداخلها كما هو. هذا القانون الثاني اللي أنا بدي أستخدمه. في عندي جذر الإكس، شو مشتقة الجذر؟ واحد على اثنين الجذر كما هو في مشتقة ما بداخل الجذر. واضح؟ فلما انا بدي اشتق، شايف في مكون بدنا نشتق؟ الاقتران الثاني هنا انه مشتق، الاقتران الاول هنا مشتق، ما بداخل اللين انه مشتق، ما بداخل الجذر انه مشتق. فكل واحد متى بيجي موعد اشتقاقه باشتق. لهيك الاول اهم خطوه ان انا احدد حابدا اشتق مين، اللي هو الاقتران حصل ضرب اقترانين. فحصل ضرب اقترانين حكينا لازم نحدد الاقتران الاول والاقتران الثاني. والقاعدة كالتالي، من الأول في مشتقة الثاني هاي واي داش، مين الأول؟ 2 إكس كما هو. بدي أضربه في مين؟ في مشتقة الثاني. بروح على الثاني هاي بلاقيه عبارة عن مين؟ عن لوب. بحكي أنا شو مشتقة اللوب؟ هي عبارة عن واحد على لين العدد كما هو مضروب في مشتقتها، في مشتقة ما بداخلها على ما بداخلها. شو ما بداخل اللوب؟ أي ما بداخل اللوب هو عبارة عن جذر. القاعدة بتحكي لي حط ما بداخل اللوب هان في المقام. هاي ما بداخل اللوب بدي أحطه في المقام جذر الإكس. في البسط بدي أحط مشتقته. بحكي أنا شو مشتقة الجذر التربيعي؟ واحد على اثنين الجذر كما هو في مشتقة الجذر واحد. أي واحد. فهذه هي هيك كلها هذه لحتى الآن. أنا في الجزئية الأولى هنا اللين هاي اشتقيته لما أجى موعد اشتقاقه، هاي اشتقيته الجذر لما أجى موعد اشتقاقه، هاي اشتقيته. ضل علي أعمل مين؟ الجزئية الثانية. إذا هذه هي كلها عبارة عن الأول مضروب في مشتقة الثاني زائد الثاني. وين الثاني؟ هاي بدي أفتح أقواس. الثاني هو لوب العشرة للجذر التربيعي لإكس في مشتقة الأول. مين الأول؟ خليني أمسح هناك بس. مين الأول؟ 2 إكس. شو مشتقته؟ 2. واضح؟ نعيد للمرة الأخيرة هان. هذا الاقتران اللي عندي في السؤال رقم 4 هو عبارة عن حاصل ضرب اقترانين. حاصل ضرب اقترانين باجي بالأول بدي أحدد مين الاقتران الأول من الاقتران الثاني. حسب قاعدة حاصل ضرب اقترانين بيحكي لي القانون إنه الأول كما هو
في مشتقة الثاني الاقتران الثاني زائد الثاني كما هو في مشتقة الاقتران الأول. يعني هذه كلها عبارة عن مشتقة اللوغاريتم. هذه مشتقة اللوغاريتم. هذه مشتقة الاقتران الأول اللي هو 2x. طيب هان ما بداخل اللوغ هو عبارة عن جذر، فهذه هي عبارة عن مشتقة الجذر الطبيعي. واضح؟ كل واحدة ماذا بيجيبوا لي اشتقاقها أنا وأشتقها. إن شاء الله تكونوا استفدتوا من محاضرة اليوم اللي هي لوغ. بعيد بلاغة الثاني لو كان ما بداخل اللوغ حصل ضرب اقترانين أو جذر أو ساين أو كوزاين ما بداخل اللوغ، بأمشي تبعا للقانون وين ما يصل لموعد مشتقة الساين أو الكوزاين أو الجذر بأشتقها. فأهم حاجة الطالب يعرف إنه الاقتران اللي عنده هو حصل ضرب اقترانين، هل هو جمع هل هو لوغ أو إيش. هذه اقتران لوغ مش حصل ضرب اقترانين، هذا اقتران لوغ، هذا اقتران لوغ ولكن ما بداخل اللوغ هو حصل ضرب اقترانين. هان حصل ضرب اقترانين واحد منهم كثير حدود والثاني لوغ وما بداخل اللوغ هو عبارة عن جذر. واضح؟ إن شاء الله تكونوا استفدتوا اليوم. راح أحط كما كالعادة كل الروابط تحت، إن شاء الله تستفيدوا، يعملوها مشاركة لزملاء كل حد يستفيدوا. وإن شاء الله المحاضرة يلي بعدها راح أحاول أشرح قاعدة السلسلة في الاشتقاق والاشتقاق التمييز، كل واحدة لها محاضرة على حدة. وكمان مشتقة الجذر لو كان غير تربيعي، إنه لو كان عندي جذر من الدرجة الخامسة أو جذر مرفوع لأس 10 أو كان عندي اقتران كبير مرفوع لأس 100 أو 200 إن شاء الله راح ناخذهم بالمحاضرة الجاية. والحمد لله. باي.